السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. ترأس معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دورته الانتخابية الجديدة، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي الذي عقد في المنامة يوم 9 مارس الماضي، إلى جانب استعراض مواضيع متعلقة بمسابقات الاتحاد الآسيوي وبرامج دعم الاتحادات الوطنية ولجان الاتحاد القاري. هناك عدة خلينا نقول مواضيع تكلمنا فيها، أهمها طبعا ما يجري طبعا على الساحة الدولية بالنسبة لموضوع كرة القدم وانتخابات طبعا الفيفا القادمة إن شاء الله. وأعتقد أن يجب أن آسيا أن ترى مصالحها في الأول والأخير بالتنسيق مع الاتحادات القارية الأخرى. النقطة الثانية تكلمنا على أن يجب أن نرسم خلينا نقول خارطة الطريق بالنسبة للأربع سنوات القادمة، سواء كان من الناحية الفنية والإدارية، شلون نقدر ننهض بالكرة الآسيوية خاصة بعد النتائج الأخيرة احنا في كأس العالم في 2014. استقبل سعادة الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرقة الرياضي المهنئين بمناسبة تولي جلالة الملك حفظه الله ورعاه لرئاسة الفخرية للنادي، حيث أكد رئيس النادي أن الرئاسة الفخرية تعتبر مفخرة لجميع الرياضيين ولجميع الأندية البحرينية، وأن نادي المحرق يفخر ويعتز ويتشرف بهذه الرئاسة الفخرية. تقول الرئاسة الفخرية لنادي المحرق وسام يحمل كل شخص عمل عبر 80 سنة أو أكثر في نادي المحرق. اليوم يعني فرحانين فرحة مثل ما تشوفون، عمت المحرق كلها والبحرين والوسط الرياضي قدر هالشيء وشاركنا الفرحة كلها. احنا الصراحة يعني عاجزين عن الشكر لجلالة الملك على هذا التقدير الكبير لهذه المؤسسة، والحمد لله اللي حرصت على رفع اسم البحرين عاليا في جميع المحافل.